السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إلهي سبحانه وتعالى إسقى يا خالق المخلوقات ومالك الملك ومدبر الكون والمتصرف فيه، إسقى أبور إلهي مخلوق ودن عالم كودن إلهي إسقى إياله ربي سبحانه وتعالى مامله وحو دوناؤون اي كدعيان إلهي سبحانه وتعالى وحكستو الدنيا دشيدا وقدرين وكدعو ربي سبحانه وتعالى حكمة بكلية وحانو وحوالي بكو دعي خير يشر إلهي سبحانه وتعالى قدر كيسي سوا فقصا علمي سوري وحالا قدبان قفك مسلمك دعدوينك نتيجة قدر كإلهي سبحانه وتعالى إهريري سكدعا يا ميساق باسيبايا إنو عشر رأي دروس كبرتو إنو كعبرقاتو إيمان إنو ككرر صدو توصنان إنو كزياد صدو مصيبة دي كدعا دي سوق واهين وحيكو دعا دي مركة كوباد إلهي قدر كيس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إلهي سبحانه وتعالى خلقك قدر هدودا يوحيا بها إلا كل ميان خير يشر وحلوح المحفوظ كوكو قري انتانو أبورين سموين كيادو للك كنتن كن أوسندود كهر كنتن كن أوسندود كهر وحا إلهي سبحانه وتعالى وقدري أيوم بعدعي وحا إلهي سبحانه وتعالى وقدرين عدبا تنكرتا مجرته إلهي قدر كيسو فليا إلهي سبحانه وتعالى وحين وشاقي إلا الرميو قدرك وقفك دباتوينك يمصائبتها ليلا إلهي قدر كيسين كل عين إنو يقين صدو وإيمان قلبي كيسا كتير أرنتاسي نقطو إنو أرنتاسي فائدو إن بدن ليضحي حنون قفك كل عين لها وإيمان كيسا سول لها مضعيف لها ندوائك طاي. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وحلا لوحا مصيبة يرباطو إذن كيدن كرد عدا أمدلك إلهي ملكا ميدك عدا أرين تاسي أرين هروسي قدر ريد بيهايد وإلهي سبحانه وتعالى وأوغا لوح المحفوظ كان وكوري إن دعدنا ودوني أسباب تيدنا وأبوري إنت أنو إلهي سبحانه وتعالى مخلوقاتك أبورين من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وحان دعين إلهي نسيوغا دا إلهي وامد فضدوي ووسي قراه وربي سبحانه وتعالى وحكسي فيسي قدرة مطلقة أودان حدود لهين والله على كل شيء قدير. تاين أدرميسا يا عبد الله سداية دواية المانتي لبا حنون ودد كان قدر كالرميسنين كدعا ودين تودية الدنيا دودة لبا دبا دباتي أي دوكتاي حنون ككوبات والحزن على ما فات وقفكو إنو كمرو قودو وحدافي ودعي ومرنا بانصور نقونا هين لكي لا تأسوا على ما فاتكم مروقة داسي الشيء سوء علين ميسو قدر كي لا أحبك بدلي ميسو ساقا يوم بي عبادة دي الله كمشغولين أيسا قلبي قيسة هي نفتي سئية تركي سئية نولشي سنة دباتي وقيسة ريسة محاك الدواء مروقة داسي قوة الإيمان بالقدر سيحوك بدان الدوام قدر كي نور ميسيهي ولا تفرحوا بما أتاكم حنون كالباده أرنتاسي أيد وكتاي
وقفك نعم كإلهي وسيئين وكقادة كبر إيافان إيا إسلويني إيا إلهي سبحانه وتعالى إنك عاصيه وأدوانك الرميسا وحوناك سنة وهلي إلهي حكم كيسي قدر كيسي إنك وهلي وأدوان إلهي حصوصا إلهي بو نعمة وقام هدنا قياك كبر ما إيو كنا فاني ما إيو معاصيدة إيا وحي إلهي وديدينا وأدك سن ما إيو إلهي سبحانه وتعالى كو أدعي وحكا دقنا يا وسيلة إلى التقرب إلى الله وحي إلهي وقدوا هذا إلهي سبحانه وتعالى آيات وحي نقول شاقي قدر كوالا الرمائية مصائبتو إن إلهي علمي إيسا إيدون استيسا أي كل عين لبدا حنون با إن إدوك تاي الإيمان بالقضاء والقدر وحلق قادة مصيبة إيدي با تكستا إيدو أي كرتو قفك إنو قلبكي سدقنادو حسن لونادو نلشنا إنه معاناتو يدو الشدائد حالات الدراني أجران قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون إلهي وحامر المؤمنين تو إنه إرهدان وحي إلهي إنو قدر أيوم بانو دعايا تاسو حيك خفيفين إيسا آلامتي حنون ندا إيمرو قدا قدر ردا وحنو تيا إليهين وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه احرص على ما ينفعك واستعن بالله وحيك وأنفعيك الددال إلهنا سبحانه وتعالى قال ميسو وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل هذه دباتة يكون عدها أوراني سيدا يسيدا هدان يلي لها سيدا سين قل الله أدو أرنت النوع عاسية قدر كإلهي كجهر تجاي، لكن وحات ترى هذا، سي قلبي جا جود جو، مروج هذا هي نبات هذا هي حنون كنا وكاجا خفيفة ما وكاجا سولو، إلهي قدر كيس أرنت أسكون عادي، إلهي نوح دونا يوصم هي، إلهي دون استي سنة علم جيسي حكمة دي سعي كل سنة هاي، وايكسو ما أحدا، فإن لو تفت ولا تقول لو أني فعلت كذا وكذا. فإن لو تفتح عمل الشيطان هوران هدان سيدا يالي لا ساسي نقول الله وايو لو دو وحك لكو تري ميسو مر هدي وحيو دعيبا وقدر كيو حقيقو بي والله أركيبا وحلا تابتي ونقضي وحقو ليه لو دو أي سوكر دين أي سوائين عمل كشيطان كو غفرتو عمل كشيطان كو وحي إلهي سبحانه وتعالى وكو قدري إناد كمرو قوتو مرغدات سي وحبك وترعين إلهي قدر كيسا يناد عارضات كورتكتو وربي سبحانه وتعالى حكم كيسا هاتكو قبصته وأدن بابته قدر كوالا الرمي أولا يقين صدا وحاي كانت أدونك وحواي وحكفي عن إلهي سبحانه وتعالى إنو قبدله وحا بخاري مسلم بأي وريين من حديث أم السلامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول كما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها وحد رسولك عليه الصلاة والسلام مسلم كستو مصيبة يدباتا يقول عضو نفتيس إهل كيس أولاديس مال كيس وإذا هذا السيد إلهي أمري إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي ومصيبة ذا صبر كان كو صبر إيقا ترسيه وحا أنوائينا وحك خير بدني يقو بدل نفيا مالبا هدو صدا ييرو إلهي وحيو يقو بدل أبو رسولك عليه الصلاة والسلام وحيو آيي وحك خير بدن أم السلام رضي الله عنه وحديث كورينا السواحي نوشيكتي قصة واقعية وحديث كاكو سابسا ويدا صومرتي وحي تري مركي ودنتي أبو السلامة او نينكيديا ايا وحان يري ابو سلمى يا كخير بدن و الهي سبحانه وتعالى ويغو بدلي هدان سدا ايراهدو لكن ما دام رسولك عليه الصلاه والسلام سدا شيغي وان يري انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها فاخلف الله لي رسول الله عدانا في لنا هين بابو إلهي يقو بدلي أبو السلامة رسولك إلهي يقو بدلي شيطانك وسواس بكو فريا
وحكورنا يا أن فيه أدويدي كاجريودي حوله كبابي وحكون أكثر إلى هيك هو بدلا يوم حي لكن يقين صو هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا الكاسي رسولك كيري وحي حق إلهي وقيمي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قفك هذه قدرك ويقين صدى وقدرك وكصبر أجر وين بوه ليا يرحمة إلهي بلارا سيلهي سبحانه وتعالى ويري ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الثمرات والأموال والأنفس ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات والأنفس إلهي سبحانه وتعالى وحلو حردكو امتحام الدونا بقى قاتشو نقصان قشن فيه نود دا ايدين كردنتان مريها يباريها ادبيرتين ويدين كبعة حوله او بابا إلهي سبحانه وتعالى وحوت المامي هل كامر كالامر ايوه يقدر كحنون كاليهو دعو الدوموه اني قيب سمان وحيو قيب سمان كوى صبرة ايه كوى عن صبرين كوى صبرة وحي هل ايام بإلهي المامي وبشر الصابرين بقول الله سبحانه وتعالى وبشارك والصبر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون كوى الصبر وكوه وكوى مصيبة ومرك يكون عدو أورانيا أنك إلهي بأن له اسكدا حولها يعرورتا يدومركا يوحك لك عن تنقوهين وإنا إليه راجعون أنك لفت يدار ديمان إنه حق إلهي ونقرين نفتو ذي حقيقة ذا إنه وشيغان يكون سبر السيمن يام أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة بولي الله سبحانه وتعالى كوى موجيي الإيمان بالقدر إلهي سبحانه وتعالى أمانتي سيئ الرحمة دي سيئه ليان رحمة دي إلهينا وإنه عبضان تاي وحكم ذاين إلهي سبحانه وتعالى الدين تي إيمانك وقوية وحكم ذا وحي أيوائيين أيوائيتان كيسا يكون صبرين وحكفي عن الله سبحانه وتعالى إن وقو بدلوه أيها المسلمون عباد الله مصيبة صدع ذي وحي موتسي قيمها إلا ذهي قفك قدر كإله إن الرمي يراد كالإيمان بالقدر ذاتك النلشو ذو كليه ذاتك مسلمين تي مصيبة سيكون ذي انتو ذي هذا شوحي قوان لان هذا لا ضفيا عن وموتنا يا الإيمان بالقدر كما رموقان جزع يا أرققح يقدر كإلهي سبحانه وتعالى هذا الله يكون عارضيان أما إلهي سبحانه وتعالى حكم كيسا عبشايك عبانيان هذه أرنت نوع عاسيو كليا يكون عضو ذاتك قال هذا يقدر كارو ميسنين أما ذاتك إيمان كود وضعيف كيهي وحي سببت هذا الله حنين يكون هذلان إلهي حكم كيسا إني عارضان كوري مادان إلهي سبحانه وتعالى قيب تيسا وقيبيي إني كعودان وحي سبب تقار كود في علحون إني كعان سيدا إني برورتان إني در كودة تحتحان تيمه ده إني رفان إني عيد ده إسكو قصان بل وحي قار كود أما إن بدنو قالة ده كبيدة قارسيسا إني نفتو ده الدلان وآيس دبان الحمد لله إن نراهن على الإيمان بالقضاء والقدر راد كافي عن أي نلشو كليه أرنك كلا إدادك سكب مقدوح يهي قوة الرجاء في الله رجد وين إلهي فرج كيسايك قبال يوحي ويوحك في عن إلهي سبحانه وتعالى إنه أقبدله داتك مركا إدبات اللي سودر استوى مباهي أي قبطه وفقر وكل عام حولا إلها يرأي كبابان لابن نوع بين نقدان سور شاك رسولك عليه الصلاة والسلام كوى باهي دو دا إلهي وشاكته وإلهي سبحانه وتعالى رزقي سودك دقه أما مد سور راقه وكو أرزاقه يكو إلهي سبحانه وتعالى إسكا إلابة وقلوبته ذو مخلوقات كايكو حرانتاي وإيك الله الله أدو وباهي دو دا مخلوقات كونو شاكته دولدو أنا سوق قاران دادكو أنا سوق قاران أنا لصوعه يقول إلهي سبحانه وتعالى أمبرين وباهي دو دانو بندقين كواسين باهي دو دو ولي قد ممدبا ولانتو كو إلهي إنت إلابان مخلوقات كباهيدو دو شاكتا وحر رسولك عليه الصلاة والسلام سا عبد الله بن مسعود وكوريي
حديث كإمام أحمد يا أبو داود يا الترمذي باكو قري كتب تود حديثك وحر رسولك عليه الصلاة والسلام من أصابته فاقة فأنزل بها الناس لم تسد فاقته قفك فقر يباه يا يصيبته وضدك وبندكته يجا بري إلهي نسك إلا با باهدي ساسي ولي قيد مضبا ولنته سيدي بيوتاقناته ومن أصابته فاقة فأنزلها بالله يوشك أن يرزقه الله برزق عاجل أو آجل قفك باهي إلا سود رستو وإلهي سبحانه وتعالى باهدي ساسي وشيكتو قلبك حق إلهي وشيدية وربي سبحانه وتعالى بريا إلهي وحود ويهي إنو كوارزاق ورزق سودك دقا أما الرزق آجلة ومرد بي مادة مر نبكو قديما يعدونكو باهدي سينو إلهي سبحانه وتعالى وبندكتم إلهينا سبحانه وتعالى وحو نوشاقي وبالا ربيا أدونكو وحاو كما ليست إلهي إلهي نكهلي بخاري مسلم وحي وري رسولك عليه الصلاة والسلام إنو يري إلهي وحو يري أنا عند ظن عبدي بي أدونكي وحو يقام ليست أيو يكهلي إمام أحمد وحكوري مسند كيسة حديث كحديث لمدو لكن كيرفاه فاسا وحو رسولك عليه الصلاة والسلام إلهي وحو يري أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله أدون كيغو هل كو يغفش وحو يغفشو يا وحو يغمال يستايو يغهلية خير هدو يغفشو أو يغرشي خير كاسو يغهلية شر هدو يغفشو نيادة وحمايو أو قوس يرجلان وقلانا وحاو يغفشي أيو يجهلية وإلهي بس سبحانه وتعالى سيدا سلة يا عباد الله دتكي هوري ونهك سنة حالده مركي وادقيهين أيو الرجب ضناين نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام دبا يا لو دياريي أن لو سعدوان كرين وقفك حتى اللي فيه سبضك دقايا مركا لقود احتوره لكن دبكا سيوحو كود احدعي يدو آده يوحوك بضمتها الرجده وكقبه إن إلهي وكبد باديو مو إيقين أسباب تنماد ديقى هرطى الله وقره إلهي سبحانه وتعالى أودي سايو حصوصتي إيا الرحمة الربية واسعاتها سنوحي كورنا لسي رجوين إنو إلهي كقبو أو رجين إيو دبكا وين إنت بدن لشيدة أيي إنانو كقبنا وكبد بادو حسبنا الله ونعم الوكيل بويري إلهينا سبحانه وتعالى رجدي ساسو حقيقي دبكي لغطوري أيو الضبك إلهي أمرسي قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ساسي أيانا ودعضي نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام فرعون يعلكي سمركو كقحي ويصغى بحصد وبدي أي هرتي ستهي عدوغي عيدا كيسنا وصام مقضي وحي إله دين دكي لسعدي قاركوت سيلهي الشيغي فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون مركا يسأركين لبدي كوحوت dadkii muuse la socday qaar kood waxay yiraahdeen waa layna haya waa layna qabanaya meel ay u baxsan ma jirto badii waa tan horteena cadaguna waa kan inuu daba jira laakiin nabiyullaahi muusa alayhi salaatu wa salaam nabi ilaahi buu haa iimaankiisu uu qawi yahay ilaahina ma la fiican ka malaysanay wax fiican ka filanaya rajada ilaahi fadligiisa iyo raxmadiisa iyo farajkiisa uu ka qabaana aad ay u xoog badan tahay qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin ma dhacay sabuur إلا إن قبط الله إن هريري إلهي با سبحانه وتعالى إن لتشرة وميلا إن كبت بادنا يوحي إن كبت بادنا إن قهنون إن دونا سيدي بانا ودعضي إلهي وحكوانوني أي وامري بدي وإنايد أولير إن قرفتم والسبب أن يضع قرح دي الله يقو بدا وحبك التراهين لكن أودي إلهي با الله سعوته يا أمرك ربي سبحانه وتعالى بدي باكلا جيحانتي وداعي نبت قليكو مرين وعدو قودين اي كقبت بادين عدو قودنا مركي دنبو كوالاك سمي ايو الهي سبحانه وتعالى وكردقين نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام انان كيسي يوسف آد كوتش علابو واي مدل باد نوا واي هدنا مر نبا مره تشقوين يدار انتاسي قلبي قيس حنون بدن اي كوهيسي انما دي سيبو الدرين يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه
ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إنما إذا تقبوري يوسف يولالك الرادية إلهي فرج كيسا مرة باك قوصننا قالوا با إلهي فرج كيسا كقوصتا ومرك دباتا يكون عدو قوص انتو سو استاغو أرن كيسو قدن بيا إنو يسدلو سيدا ينفربدا أينو عرقنا يدعا وهي إيمان كي قفك حر لها قبوتشن لها رجكو بير لها أياك مقن أيها المسلمون عباد الله نعذنا وحيبانو كبرانو حكم إذا إلهي سبحانه وتعالى أوديس إنكم مركوا ربي يقينسا لكن دعدو ينكو إيمان بيكو زيادنيا سيد النبي الله إبراهيم بإلهي وقد البي إنو تصوه وحوديس وصي موتيا سيو إيمان رنتنو عاسي وقزياد سلو يضعفك يتاقدر هذا بني آدم كي سيد إلهي سبحانه وتعالى آنو قمار مكرم وحيابها إنو دعوة كبران إنو حكم إذا إسكاشيقو قيمها أوليهي إن إلهي إلا تلصارت سبحانه وتعالى وكالما لو يديستو أودي يتمروحي إلا هينا ليسو قيه وددك مسلمين تاهي أيسو قرمدان قفي الله بأي صدح دبك هالكا ككعاي حكمين تيسا يبختين تيسا أودو مهلين إلهي با سبحانه وتعالى لتلصارت أودي إلا هينا وليسو قيه مد قدها تشوقية مد بدا كسو قرمدان إلهينا سبحانه وتعالى وحصابه قرده دبكاسي منطقة محدود إنو كوبنالو ومقالة أردن إنان ودقارين أما أغيران سوقية دا مقالة أردن إنان كفيدين وارين قيمة بدانو أي تاينات لون نولاية إسكاشيغو وإلهي وإن أمرو ولي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إن ليسو قرمدو ددكا نباتدو أي كوهب ستولا كالميو وارين نبي محمد عليه الصلاة والسلام إنو قدي رقلي وشيغينا كالمدى إلهي إلى لنتي سينين كويلينو والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وحيابا قصدنا إنو كبرن يدعددا حكم دا وفك مسلم كاهي مصائبتو مركي كدعان إنو اسك إلالي وحلو يقان باسيسيقا باسيسيقو وإن وفك وقتي وقتي دا كم دا أما ميلدولك كم دا أما مخلوق مخلوقات ككمدين لباتده إنو كاني أو يساقو لما دحبناي يهيو آمنو باسيسيقا نوع عاسينا وكفري الشركي قالمو باتفاق العلماء نوع لبادنا ووحان سبب واهين الرنكاسي أو سبب نمديسو تجريبو آني كسوغنان سيداسو كلا شرعي قنانو شيقين إنو لباتده صابو قردقو ورات صاب تاسي أيا كانتاي isagoo aaminsan in faa'ilka iyo khaaliqu ilaahay u yahay taasina sida culimadu tawxiid ay sheegaan oo shirkuna asghar arinkaasi waa arin jahiliya oo rasuulku inooga digay oo wari la tiyaray fil islaam baasaysima banana islaamka dhexdiisa waxyaabaha kale ay tahay inaynu ka barano waxa kamida ilaahay subhanahu wa ta'ala halaag iyo dhibaatooyinka asbaab u sheegay si guud buu ilaahay asbaabta u sheegay إلهي وحول شاقي مع عاصده يا أمرك إلهي والخلافات إنه السبب مصائبته يدباته إنك أوتاهي وحكله إلهي سجوده وشاقي توصنانته إيو إلهي سبحانه وتعالى الله أدعه ودينت ربي لغو رقمه إنه السبب أوتاهي بدباده وفك نفتي سيما الكيسبا يبدبادان وك إلهي سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب وكرسولك عليه الصلاة والسلام قفك معروف كي إحسانك وسميمر وكاليري صنايع المعروف تقي مصارع السوء وناق قفك وسميه سمفلك إحسانك وحساب النقضاء لباتوين كي ميلالقوها لأكسمه إلهي نكبت باديه وارين سيقود إلهي وشاقي لكن قفك هلأكسمي سببته هلأكسمي إنه محدد كرنه ومعين كرنه كحوليسو أي قبتين إنه سبب قارة ما أوران كارن حوليسو سببتها سأي قبتين إلهي با سبحانه وتعالى سببتها قار كأي قبتين قرانية سيدا سوك لك أي نفيسا نفتيس يمالكي سببو بدبادي سببتها قار كأي إلهي بدبادة وصابو قردقي إنه ما عيمي كرن وحي نغن كرتا عيمستاسي قول على الله بغير علم
inaad ilaahay ka tidhi oo aad ka sheegtay waxaanad cilmi u lahayn oo sababtan adigu aad sheegayso mid aan ahayn ayay sababtu noqon kartaa maadaama asbaabtu ay badan tahay waxaad noqon kartaa markhaati beenaale oo sabab ayaad u sheegtay qofka badbaadadiisa ama dhibaatada iyo musiibada ku dhacday oo markhaati aad ka noqotay sababtiina taaba maaha cinda allah ila ilaahay baa og sababta gaarka ah ee kaa badbaaday ilaahay uu ku badbaadiyey kaa halaagsameyna ilaahay subxaana wa tacaala uu ku halaagay falqaacidatu fii dalika yaa cibaad allah annahu annana narju lilmuxsini khayra qofka muslimkee samafalaha ee wanaagga sameeya ilaahay adeeca khayr baynu rajaynayna waanaynu odhan karnaa waxaa laga yaabaa ilaahay wanaaggiisi inuu ku badbaadiyey laakiin inaynu jasminno aynu goyno aynu dhahno sababtaasuu ilaahay ku badbaadiyey taasi mid saxa maaha waanana nakhaafu cala almusii qofka muslimka ee xumaanta samaynayna waynu u baqanaynaa laakiin ilaahay naxariistiisa ka quusin mayno sababta gaarka ee dhibaatada ku dhacday keentayna inagu gooni uma sheegi karno asbaabtu way badan tahay asbaabtu waxay noqon kartaa in dadka qaarkood ilaahay markuu dhibaatada iyo musiibada u qadaray khayr ba uu la doonayey waasa an takrahu shay'an huwa khayru lakum waxaa dhici karta waxaad dhibsanaysa inuu khayrba kuu leeyahay oo maalka kaa baaba'ay hadduu sii jiri lahaa sabab uu noqon lahaa diintaadu inay fasahaado aakhira inaad halaagsanto oo ilaahay xikmadiisu ay keentay si uu kuu badbaadiyo maalkiiba in lagaa qaado caafimaadka ayaa la mid a naf dhimatay se ilaahay fii suurati alkahf uu kaga sheekeeyey ayaa waxaa dhici karta geeridaasi oo musiibo ah in ilaahay subxaana wa tacaala khayr inuu uga jeeday qadaritaanka waxa weyaan u qadaray oo masaa'ibta waa dhibaato laakiin ilaahay xikmad buu ka leeyahay mar walbana khayr kama madhna oo khayr bay marar fara badan sabab u noqotaa sababtu ibtilaa bay noqon kartaa dadmo qaarkood oo la imtixaamayo sababtu waxay noqon kartaa dadka qaarkood in la ciqaabayo oo dembi ay galeen lagu ciqaabayo marka maadaama asbaabaha arrimahaasi ay badan yihiin aynu ka digtoonaano tacyiina bacd alasbaab asbaabaha qaarkood innagu inaynu cayinno iyadoo aanu ilaahay noo sheegin nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam si gaara aanu inoogu warramin oonu odhan qofkaasi sababtaasi uu halaagsamay kaasina sababtaasi ayuu u badbaaday arrinkaa guud aynu ku ekaano oo ah wanaagiyo khayrku inuu sabab u yahay qofka diintiisa iyo naftiisa iyo maalkiisa ba inuu u badbaado iyo macaasida iyo kufriga iyo nifaaqa iyo xumaantuna inay sabab u tahay masaa'ib iyo dhibaatooyin qofka inay ku dhacaan halka inaan hoos u dhaafin aquulu qawli hada wastakfiru llaha lii walakum alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin wasala allahu cala nabiyina muxamadin wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu ayuha almuslimuuna cibaad allah dhibaatadaasi waddankeenna ka dhacday ee nagu dhacday waxaynala gudboon inaynu u waajahno wax ka qabashadeeda hadday tahay dib u dhiska suuqaasi gubtay iyo hadday tahay caawinta dadka xoolahoodu ay baabbaeen waxaynala gudboon inaynu midnimo ku waajahno oo aynu iska ilaalinno tafaraaruqa iyo qaybsanka iyo shiidka hadalka laysku shiidayo ilaahay wuxuu kitaabkiisa inoogu sheegay in dadka muslimiinta ay xaqa ay ku midaysnaadaan wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu wuxuu ilaahay inoo sheegay iskhilaafku inuu sabab u noqdo fashal iyo guuli la gaari waayo walaa tanaazacuu fatafshaluu watadaba riixukum amurmiinoo ismaan dhaafina waad fashilmi doontaan haddaad sidaa yeeshaan awooddiinnana waxtarkaa laga qaadi doonaa barakada ayaa laga siibi doonaa xataa idaa fashiltum watanaazactum fi lamr ilaahay subxaana watacaala ghaswatu uxud wuxuu sheegay jabkii dhacay waxaa sabab u ahaa inuu ahaa khilaafkii saxaabada qaarkood ay iskhilaafeen iyo ma'amar nebi oo ay khilaafeen awaamirta nebigana waxaa ka mid a in la midaysnaado oo xaqa lagu midaysnaado waxaan leeyahay qofkii muraad gaara lihi iyo ujeeddo gaara iyo maslaxa isaga u gooniya maanta meel ha iska dhigo aynu u midowno dhibaatadaasi dhacday sidii aynu uga soo kaban lahayn waxaan leeyahay siyaasiyiintu siyaasadoodii iyo xukumdoonkoodii maanta meel ha iskaga tiiriyaan
دادك مسلمين تدي باتدوا أي قادي يان لقد المرمين ولا آن دوشو دلقي يوتمين وآن أغراض إيو وچهدوين سياسة داد آن لقاقها لنا رنكودة أرنت نوع عاسي فشل بينه كيريسة وهي تعاون كي إسكاشي بحتى كلادن تاليسة حتى عيدك عاون لهيد بإصابة نقريسة إلي دي بسو تهجان ودادك كان وداد اسخلاف سن وعيد وحلقوا آمينية عيد وحلقوا ليو بقران بينه أرنت هاسينا وحي نقريسة سد عن سبيل الله عاونتي يا كالمينتي دتك يا كسو كبشدي دباتدا قفكو انو اسغو دغخ ترنتو رو كو نوقدي او اسغو هور استاغي مفاتيح خير انو نقنو فريال خير او ديري غلينيا اسكاشيغا يا ميدنيمادا يا ولالتنيمادا يا اسو دوانشها قلوبتي يا اسو غلانشهيد يا انو نقري مفاتيح الشر وخلاف ابو ريا يا نزاع هذه تشيرالنا عدا رنكا مسؤولكا التلدي سلو ديبو هلو قدن بي وقف وليبا يانو كتاليني قف وليبانا قوانكا ودونو يانو اسكا قادم وانا سيدة إلهي سبحانه وتعالى وإن أمري وسيدة إلهي سبحانه وتعالى وإن أمري وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ilaahay wuxuu sheegay inay tahay dhaqan aan wanaagsanayn arin la xiriirta nabadgelyada ama baqa ku saabsan naf ama maal loo baqayo ama arimaha guud ee masiiriga umada u dhaxeeya markay yimaadaan in qof waliba ka hadlo adaa'u bihi oo warkiisa qof waliba uu qoro oo uu ku hadlo oo uu sheego oo mid waliba uu ka fatwoodo oo mid waliba raayi uu ka dhiibto dhaqanka fiican inuu yahay هذه الشرالة تلاذة أمدو إني أرور صناتو عدي تلافي عن هاي سانة عدى تلاذة ويكون رسانتا هاي إني أديبان يدو إخلاص إيو لله أو تشيدك لاني كاللهين عدى سيها دي وحخلدن وخلد نمدي سوية عدى هاي يكو أركاننا إني أغنى استيحيان سيدا سيها رميهن الدينة دي يكوين الدويبة يكو هقاقيا هذه كلاو الدين تانية الدنيا ده نقف وليبا وكتاليه وقف وليبا رأي يعركتي وكديبته وحي نقول نساء أمد قاربدين عيني ولك عان ترى تلادي الدينات يا الدنيا أمدو إنا جو جودك بيجيدو بعد وعي في القنطه ده ترى أمد الدين تادي الدنيا لبادو بين الديعمان هذا الكنوع عسياي ضد فربنا هذه تشير عليه مع كبير لكن واسدوا إلى هاي الشيء واسوا الرسول عليه الصلاة والسلام الشيء هذه الشيء على نقف كمسلم كحالة مركة تاجن وين وحق قيمين وحى ورما كتشان جوين يا أي نقطة إلى أي محيري رسولكم محيري واحد عدد كغير كود هنا التناقضان وهذا اللي يسبرين يا إيرهدان ولا بحال هذا يسكون مدا أحكام كل الدوانة ويا الآن صابتنا أيتهاي إنه يقف سجارة أرنت إنه يقف كو قيميين أما موقف جارة إنه أرنت كو قيميين قف كالتناقض كي سياس بورنتي سايا بضانيس وأنا تهدي تشرال سياسيين تا إيادتك حكم دون كاكو بضان أرنمها قيمين دابا ومستقبلية وعواقب تا يعلمت الدنبي أرنمها لإيجا ياي كوشرتو وكو صليسان إلهي سبحانه وتعالى شرعي جيسا يدين تيسا هذه الشيرة على وين لقو قيمية تاسين قولكو قارينا بارك الله فيكم إلهي بأن سبحانه وتعالى كبرينا أن يأجر المسلمين في مصيبتهم وأن يخلف لهم خيرا منها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا رحمتك اللهم انزل علينا رحمتك وافتح لنا يا ربنا أبوابها اللهم افتح لنا بركات السماء والأرض اللهم افتح لنا بركات السماء والأرض اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والقحط والجفاف
وأنزل علينا يا ربنا الغيث المغيث. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم يا ربنا نسألك إيمانا قويا كاملا. اللهم قو إيماننا يا رب العالمين. اللهم قو إيماننا، اللهم زد في إيماننا، اللهم زد في إيماننا. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم اغفر لنا وتب علينا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. هذل oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.